السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين أولى حصص المراجعة، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم على حاجة اسمها situations أو سؤال المواقف. سؤال المواقف ده من ضمن الأسئلة المهمة جدا وعليها 3 درجات. إن شاء الله بإذن الله رب العالمين خلال الأيام اللي جاية ديت هناخد 9 حلقات متتالية عن الوحدات كلها بتاع المواقف. انا ما حبيتش ان انا اجيب لك اي اسئله وخلاص، ولكن انا ان شاء الله باذن الله رب العالمين على مدار ال9 حلقات جبت لك المحافظات، اسئله الايه، المحافظات، محافظات مختلفه، مش معنى كده، على سؤال المواقف ده عشان تبقى انت على علم وعلى درايه بطريقه السؤال بيجي ازاي، وهعلمك ان شاء الله باذن الله رب العالمين اللي انت تجاوبها ازاي. سؤال السيتويشن عليه 3 درجات، فسؤال مهم جدا جدا جدا، وان شاء الله زي ما انا قلت على مدار 9 حلقات هناخد 9 وحدات بامتحانات المحافظات كلها في خلال عده ايه؟ عده سنوات. يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين بعد الحلقات ديت ان شاء الله باذن الله هتبقى متمكن من هذا السؤال، وهنبدا ونقول على بركه الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم، على بركه الله هنبدا. الوحده الاولى بتتكلم على حاجه اسمها عندنا في السيتويشن بتاعنا حاجتين اتنين، يا اما سؤال الادفايس اللي هو النصيحه، لما بنصحك ان انت تعمل حاجه فبقول لك يو شود زائد فعل في المصدر، او يو شودنت زائد فعل فين في المصدر، او اللي انت بتتكلم على حاجه اسمها ريكومنديشن، او ريكومنديشن يعني التوصيه، يا اما انت بتطلب التوصيه، بتسال يعني بتطلب التوصيه، فانت مثلا بتقول وير دو يو سجست، وبعدين جمله كامله مثلا فاعل وبعدين فعل فين في المصدر، او دي ريكومند كذا، او انت هل بتوصيني بكذا، ماشي على سبيل المثال. او لو انت بقى بتدي الريكومنديشن، يعني لو انت اللي بتدي الايه، بتدي التوصيه مثلا، فبقول لك اي ريكومند زائد ناون، او بياتي بعدها فعل زائد اي ان جي. فمثلا لو انا بوصيك بمذاكره الانجليزي فبقول اي ريكومند ستادينج انجلش، او اي ريكومند ذيس موبايل، انا بوصيك بهذا الايه الموبايل، وهكذا. تمام كده، تمام وعلى بركه الله، ونبدا على طول بالمحافظات السابقه. السؤال الأول بيقول لي you advise your brother not to walk in the middle of the street، يعني أنت شوف، بص أهم حاجة قبل ما نبدأ كده السيتويشن لازم تسأل نفسك، هل أنت فعل ولا رد فعل؟ هل أنت اللي بتسأل ولا أنت اللي بتتسأل؟ فده أنا بسميها كده للطلب عندي، هل أنت فعل ولا رد فعل؟ لو أنت فعل فأنت اللي بتسأل، لو أنت رد فعل أنت اللي بتتسأل، فلازم تفرق ما بين النقطتين دول. فالسؤال الأول بيقول you advise، أنت اللي بتنصح هنا your brother not to walk in the middle of the street، أنت بتنصح أخوك إن هو ما يمشيش في وسط الشارع، يبقى نصيحة خالص باينة خالص اللي أنت بتنصحه إن هو يعمل حاجة، فأنت بتقول له إيه؟ يبقى you should، يبقى تقول له إيه؟ ها؟ you should، مش معنى كده؟ أو you shouldn't، خلاص حسب الجملة بتاعتك. أنت بتنصحه not to walk، not to walk يعني ما يمشيش في وسط الإيه؟ في وسط الشارع، فأنت بتقول له إيه؟ ها؟ سامع حد بيقول صح؟ يبقى you shouldn't، وتكمل الجملة عادي خالص خالص خالص، اهيت walk in the middle of the street، وتحط تاخدهم كده هوت وتكتبهم زي ما هم خالص، ويبقى السؤال اجابته زي الفل، you shouldn't walk in the middle of the street، واجابة صحيحة 100%. دي أسئلة محافظات مختلفة، وبالتالي ممكن تلاقي فيها أفكار متشابهة. يعني دايما المستشارين لما بيجوا يعملوا مثلا امتحان ولا حاجة، فلما بيبقوا قاعدين مع بعض بيستقوا من بعض بعض الايه، بعض الأفكار، فممكن هتلاقي أفكار مختلفة وأفكار متشابهة في نفس الايه وقت. يعني السؤال اللي احنا حليناه كان في القاهرة وفي السويس 2019، الأقصر والغربية 2019، نفس الصيغة، مش معنى كده؟ فيقول لي you are in a busy street، انت موجود في شارع busy مزدحم، with your younger brother، وانت مع اخوك الصغير، you advise him not to walk too close to the road، يعني انصحه ان هو ما يمشيش بالقرب قوي من الطريق، نفس الحكاية، مش معنى كده؟ يبقى you shouldn't walk، هتقول له كده you shouldn't ايه؟ you shouldn't walk، لا يجب عليك ان انت تمشي، يعني انا بنصح ان هو ما يعملش حاجه، يبقى بتقول له you shouldn't ايه؟ ها walk، وبعدين تجيب الجمله دي too close to the road، بالقرب من الطريق. السؤال الثالث بيقول لي you see people throw rubbish in the street، يعني انت شفت ناس بترمي الزباله في الشارع، give advice يعني اديهم الايه؟ اديهم النصيحه، واعطي هنا النصيحه، وده طبعا جت في الجيزه 2018. زي ما احنا متعودين، احنا قلنا لو بتدي نصيحه بشود او شودنت، هنا اكيد انت هتنصحهم ان هم ما يرموش الزباله في الشارع، هتقول لهم يو شودنت، وتجيب بعدها الفعل على طول، خلاص احنا عرفنا
ان شود وشودنت بياتي بعدهم فعل في المصدر، فانت بتدور في الجمله على الفعل بتاعك هتلاقيه ثرو روبش انتو ذا ستريت، يبقى هتجيب هنا كده تحطها بعد يو شودنت، يبقى يو شودنت ثرو روبش ان ذا ستريت. A friend asks you to go to the club this week. تمام كده، صديقك او في صديق من اصدقائك بيسالك او بيطلب منك ان انت تروح نادي هذا الاسبوع. You would love to go، انت عايز اللي انت ايه اللي انت عايز تروح. هنا انت بتجاوب، يعني انت عايز تجاوب، انت عايز تقول انا موافق، انت you would love to go. مش معايا كده؟ هنا مفيش سبب للرفض او شيء، انت بتقول له انا موافق، فانت بتقول له I'd love to. I'd ايه؟ ها؟ I'd love to. ممكن طبعا المواقف بتبقى اكتر من اجابه، بس اهم حاجه بتصب في الاجابه الصحيحه. ممكن تقول له that's a good idea على سبيل المثال، يعني اوكي okay, I'd love to go with you، انا ممكن احب ان انا اروح ايه اروح معاك. I'd love to go with you. I'd love to go to go with you. تمام. الخامس، انا قلت لك قبل كده ان احنا عندنا في الوحده الاولى عندنا حاجتين اتنين، يا اما ادفايس يا اما ريكومند. ريكومند اللي هو توصيه. يو اسك يور فريند تو ريكومند يو ا بليس تو باي سوفينيرز، يعني انت بتسال بتطلب من صديقك ان هو يوصيك بايه مكان اللي انت تشتري منه سوفينيرز. لازم تحفظ الجمله او العباره او السؤال اللي انا اقوله لك ده اللي هو وات، ها وات از ذا best place to، يعني ما هو افضل مكان لي، وبعدين تحط بقى تدور على الفعل لغايه ما تلاقيه زي ما انا عمال اعلمتك. يبقى what is the best place to ادي باي سوفينيرز. يبقى انا دلوقتي لو انت حد بيوصي بيطلب منك او توصيه على مكان، انت نفسك انت لو انت اللي بتسال على المكان ده هتقول what is the best place to كذا وتحط الفعل بعده. تمام كده؟ لو انت بقى اللي بتجاوب هتقول the best place to buy كذا is كذا. اوكي؟ يعني لو انا بجاوب بقى هنا بقوله the best place to buy souvenirs is مثلا خان الخليلي على سبيل المثال. You want your friend to go with you to the Egyptian Museum on Friday. انت عايز صديقك ياتي معاك الى المتحف المصري في يوم الجمعة. دايما انا بقول في السيتويشن في المواقف وفي الدايلوج كمان الكلام بتاعي ما هوش قرآن. يعني مش لازم الاجابات تكون محدده، ممكن الاجابه تختلف من شخص لايه من شخص لشخص. فهنا لو انت عايز صديقك يذهب معاك الى المتحف المصري ممكن تقول له I'd like you to go with me to the Egyptian Museum، انا عايزك تاتي معايا المتحف المصري. ممكن تعمله كانه اقتراح. تمام كده؟ اقتراح بتقول I suggest، انا بقترح going to the Egyptian Museum، ايه رايك ان احنا نروح المتحف الايه نروح المتحف المصري. تمام كده؟ يبقى انت هنا ها ممكن تقول له would، اسف، would you like to come with me to the Egyptian Museum. اوكي عشان بس الوقت. يلا تمام كده، ونحط هنا المتحف الايه نحط هنا المتحف المصري. Your brother wants to go outside training. يعني اخوك عايز يخرج الى الخارج بس الدنيا عماله تمطر. مش معنى كده؟ وده جيت في اسيوط 2018. طب انت بتنصحه هنا هتقول له ايه؟ ها؟ You shouldn't go outside. You shouldn't go ايه؟ ها؟ go outside. لا يجب عليك ان انت تخرج الى الخارج. ممكن تكمل وتكمل وتقول له it's a it's raining it's a it's raining. يبقى هنا لو قال لك اخوك بيخرج عايز يخرج والدنيا بتشدي هتقول وتقول له ايه؟ يبقى هنا بتنصحه عدم الخروج، يبقى you shouldn't go outside. تمام معايا كده؟ your brother wants to smoke، اخوك عايز يدخن، you advise him بتنصحه تقول له you shouldn't smoke، وهكذا. يبقى النصيحه الافكار هي بتبدا تتشابه، هتلاقي الموضوع ان شاء الله باذن الله رب العالمين بالنسبه لك يصبح سهل جدا جدا. you advise your friend who are entering a story writing competition، يعني هنا انت بتنصح صديقك اللي داخل في مسابقه للقصه القصيره. انا قلت دايما قبل كده ودايما بقول ان المواقف تختلف من شخص لشخص، ممكن يبقى انا عندي اجابه انت عندك اجابه وهكذا. حتى في ورقة
الإجابة لما بيجي المصححين يصححهم ممكن تلاقي المستشار كاتب له or any suitable answer أو أي إجابة إيه أو أي إجابة مناسبة. فهنا ممكن أنت الإجابات تختلف من شخص لإيه لشخص. فأنا مثلا على سبيل المثال بقول لك you should be، يجب أن أنت تكون you should be ready، يجب أن أنت تستعد for the competition، يجب أن أنت تكون مستعد للإيه للمسابقة. السؤال التاسع: advise your sister who is about to go outside during the rain. جيت في بني سويف وفي الدقهلية، انصح اختك اللي خلاص اللي هي على وشك اللي هي تخرج ايه اثناء المطر. هنا برضك ممكن انا اجاوب اكتر من اجابة، يعني ممكن اقول لها you should، او الموضوع بقى يعني الموضوع ضروري جدا ان هي تخرج، فانت مثلا بتقول لها ايه you should take، تأخذي you should take your umbrella، يجب ان انت تاخدي المظله بتاعتك وتقول لها it's raining انها تمطر. او مثلا بتقول لها نفس الجمله اللي احنا قلناها من شويه you ايه you shouldn't go outside، وتكمل it's raining. Will your friend wants to get high marks and asks for your advice. صديقك او اختك او اخوك عايز يحصل على درجة عالية وبيطلب منك النصيحة، فانت هتقول له ايه you should study hard. مش معي كده؟ تمام. Your younger brother starts entering eating his meal without washing his hands. يعني اخوك الصغير بدأ ان هو يأكل الوجبات بتاعته بدون ما يغسل ايديه، فانت بتنصحه بتقول له ايه you should، جيب الفعل بقى يعني هات الفعل اهو فين هنا wash his hands، يبقى you should wash your hands. تمام. ممكن انت عايز تزود وتقول له before eating، يعني قبل الايه قبل الاكل، ممكن تقول له before eating. تمام يا مستر. Will your friend asks you where to go on the mid-year holiday. Recommend the place. هنا توصية بالمكان. لسه حالين حاجة زي كده دلوقتي وقلنا the best place to go on the mid-year holiday is، وتحط بقى المكان اللي انت عايزه. مش معنى كده is مثلا Alex على سبيل المثال. Is Alex كده. يبقى the best place to go on the mid-year holiday is Alex. هو اسكندرية. Is the beach. هو الشاطئ. Your sister wants to know how to keep fat. يعني أختك بتطلب منك إزاي أو عايزة تعرف إزاي تبقى keep fit. هنا الإجابة مختلفة برضك زي ما قلت لك، يعني ممكن تقول لها you should walk for an hour، لمدة ساعة، يجب أن تمشي لمدة ساعة. You shouldn't eat، ما تاكليش كتير. You shouldn't eat much. ممكن نقول لها you should do more exercise. You should do more exercise، يجب أن تعملي مزيد من التمارين. بيقول لي recommend a nice place for your best friend to visit in Egypt. يعني انصح او وصي بمكان او افضل مكان لصديق المراسلة بتاعك انه يزور مصر. طبعا زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي the best place to visit Egypt او in Egypt is كذا، يعني مثلا the best place to visit in Egypt is the pyramids على سبيل المثال. A tourist wants to buy a guide book. Recommend a place. صديق او سائح عايز يشتري guide book، كتاب ارشاد يعني. ريكومند ذا بليس، هتقول له ايه ها ذا بيست بليس تو باي ا جايد بوك از كذا، از مثلا تورست انفورميشن سنتر اهوت. يبقى ممكن نقول ذا بيست بليس تو باي ا جايد بوك از ذا تورست انفورميشن سنتر. خلاص يعني الموضوع بدأت يبقى ايه، بدأ يبقى سهل. فبقول لي يور فريند اسكس يو تو ريكومند ذا بليس تو جو اون فرايداي. خلاص استاذ رضا، يعني صديقي بيسالني او بيطلب مني ان انا اوصيه بمكان، يبقى ذا بيست بليس to go on Friday، يعني افضل مكان ان احنا نروح في يوم الجمعه. خلاص من غير ما اكتب بقى عشان الوقت والتكرار، فبقول the best place to go on Friday is the cinema. The best place to go on Friday is the theater. The best place to go on Friday is to visit our friends، ان احنا نزور اصدقاء. Your friend wants to look at the sun. Advise him. يعني صديقك عايز يبص الى الشمس. Advise him، انصحه. طبعا هنا الشمس ضاره، فانت هتقول له ايه you shouldn't look at the sun. You shouldn't look at the sun، يعني انا بوصيك بنصحك ان انت ما تبصش الى الشمس، يبقى you shouldn't look at the sun.
You want to go on a picnic? Make suggestion. يعني انت عايز تروح الى نزهة؟ Make suggestion، اقتراح. طبعا الاقتراح بيكون بأكتر من حاجة، يعني ممكن تقول لي let's زائد فعل في المصدر، فانت مثلا بتقول let's go on a picnic، تمام معايا كده؟ او ممكن تقول لي what about going to the pyramids, the sphinx وهكذا. يبقى what about بياتي بعدها الفعل زائد ing، او how about زائد الفعل زائد ing، او let's زائد فعل فين في المصدر. ديت هي السوجيشن او ده هو الاقتراح. Your brother spends too much time watching TV. يعني اخوك بيقضي وقت كتير جدا في مشاهدة التلفزيون. advise him، انصحه. هتقول له ايه؟ you shouldn't watch او spend too much time watching TV. سهل جدا. يبقى you shouldn't spend بس في المصدر too much time watching TV. You advise your younger sister not to watch too much television. نفس الفكرة. يبقى you shouldn't watch too much television. You shouldn't watch too much television. You ask your friend about the best way to revise before the exam. انت اللي بتسأله هنا مش انت اللي بتجاوب. You ask زي ما قلت لك، هل انت فعل ولا رد فعل؟ You ask your friend about the best way to revise before the exam. يبقى تقول what is the best way to revise before the exam. وبكده تخلص الحلقة الأولى من سلسلة المحافظات كلها عن الوحدة الأولى الخاصة بالأدفايس والريكومنديشن. استنونا في حلقة تانية إن شاء الله بإذن الله رب العالمين مع الوحدة التانية ومراجعة situations أو المواقف بتاع الوحدة التانية من كافة المحافظات، عشان يبقى الامتحان بالنسبة لك شيء مألوف وبالنسبة لك سهل جدا إن شاء الله بإذن الله. تابعونا، ما تروحش في أي مكان، معنا الجديد والجديد والجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.